عن وضعية الطريق الوطني الرئيسي بالجنوب. السيدات والسادة النواب المحترمين، عن فريق تجمع الوطني الأحرار، تفضلوا سيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، أخواتي إخواني، لا يخفى على أحد الأهمية البالغة للطرق في مجال الربط والتنمية، إلا أنه من الملاحظ أن الطريق الوطني الرئيسي رقم واحد على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث أصبحت تعيش حالة متردية وهشة نتج عنها الكثير من حوادث السير المميتة، خصوصا على مستوى الطريق الرابطة ما بين إقليم قلميم شمالا حتى الحدود المغربية الموريتانية. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي خطتكم لتجاوز هذا الوضع، ومتى سيتم إصلاح هذا المحور الطرقي الرئيسي؟ وشكرا. شكرا سيد نائب المحترم، كلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا. سؤال كنبغي نأكد على الأهمية ديال هذا المحور. بالمناسبة هذه غادي إن شاء الله في الأسابيع المقبلة إلى كتب الله إن شاء الله سنعرض المخطط الوطني الطرقي اللي كيعطينا صورة واضحة لعشرين سنة المقبلة. ما بقيناش كنشتغلوا بخمس سنوات محدودة، اليوم غادي نخدموا إن شاء الله بمخطط طويل الأمد إلى حدود 2035، وكنقسموه لكل مدة حكومية خمس سنوات اللي كنوضعوا فيها شنو هي المحاور الطرقية الرئيسية اللي عندها واحد الدور، وكنحدوا فيها أيضا العالم القروي والصيانة وأيضا طرق السيارة. هذا محور رئيسي، والدليل أنه جاء في المخطط التنموي اللي عرضه المجلس الاجتماعي والاقتصادي كما في علمكم السيد النائب المحترم، وحنا قررنا ان شاء الله اننا نستثمروا فيه الان في حدود 7 ديال الامتار نظرا للاهميه ديال اللي كتكلموا عليها، والدراسه فيما يتعلق بالتثنيه راه حنا غادي نطلقوها، ولكن الان 7 ديال الامتار اللي مبرمج الان اللي في طور الانجاز 120 مليون ديال الدرهم، 100 كيلومتر، واللي مبرمج 93 كيلومتر يعني 185 مليون ديال الدرهم، باش يمكننا ان شاء الله يولي محور كيؤدي الدور ديالو التنموي، ولكن ايضا كيقلل من حوادث السير. وشكرا. شكرا لكم. تعقيب السيد النائب المحترم، تفضلوا. استمعنا بامعان الى جوابكم السيد الوزير، ولكن نلفت نظركم الى ضروره التدخل العاجل على مستوى هذا المحور، وخاصه المحور الرابط بين الطرفية والعيون. لما يعرف هذا المحور من حركه السير ومن حوادث مميته، وما حدث يوم الأحد الأخير الذي ذهب ضحيته أحد خيرة شباب المنطقة إلا دليل واضح على هذا. وقبل أن أختم أود أن أسألكم سيد الوزير، هل من إمكانية لعقد شراكات مع الجهات الجنوبية من أجل العمل على تثنية هذا الطريق؟ وشكرا. شكرا. تفضلوا سيد النائب، تعقيب إضافي، تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، السادة الوزراء، في البداية أود أن بطبيعة الحال أثمن العمل اللي تقوم به الوزارة والعمل اللي يقوم به السيد الوزير، مجهودات جبارة. أريد فقط في إطار التعقيب أن ألح أن ساكنة أقاليم الجنوبية تطالب بالتسريع بهذا المخطط التنموي من أجل إصلاح وضعية الطرق في الأقاليم الجنوبية، لأنه حقيقة من تزنيت جنوبا إلى الحدود مع موريتانيا وضعية الطرق وضعية كارثية. نعلم سيد الوزير باهتمامكم به، ونطالب بالتسريع من أجل تحسين وضعية الطرق. وشكرا. شكرا لكم سيد النائب المحترم. من تعقيب آخر، تفضلوا سيد النائب المحترم. ما يتعلق بالطريق الوطنية، كنطرحوا سؤال الطريق الوطنية رقم واحد، كنطرحوا سؤال إلى متى غادي يبقى المغرب تيتنفس برئة واحدة؟ ذلك أن الطريق الوحيدة التي تربط بين شمال المغرب وجنوبها الطريق الوطنية واحدة، الطريق الوطنية رقم واحد. فالمطلوب اليوم أن ننوع من اختياراتنا تاع المستوى الاستراتيجي والأمني، لم يعد مسموحا تكون عندنا واحد طريق، لا بد من التفكير الجريء في إنجاز الطريق الساحلية اللي غادي تربط إقليم سيدي إفني بطنطان، وبالتالي يكون عندنا متفسح آخر انسجاما مع المرتكزات ديال البرنامج الحكومي في العدالة التنموية على المستوى الوطني، وأيضا مع الخيارات ديال الدولة عموما في الانفتاح على العمق الإفريقي وجنوب الصحراء بالنسبة للخيارات ديال الدولة. وشكرا. شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير لنرد على التعقيبات.
لكم من التوقيت ان كيميل ديالهم. انا كنشكر الساده النواب والسيده النائبه المحترمه على هاد التعقيبات. كنبغي ناكد لكم على انه في المخطط التنموي الاقاليم الجنوبيه كاين البنيه التحتيه واحد المحور الرئيسي وضمنها هاد المحاور الطرقيه، فكنأكد لكم بانه كاين اهتمام وكاين برمجه وكاين الان اعمال جاريه. وكنزيد ناكد للسيد النائب المحترم على ان الطريق الساحلي الان كاين دراسه حول الطرق الساحليه، وانا كنشكركم على ذكر هذا الموضوع ديال التكامل بين الطرق الساحليه وما بين هذا المحور الطرقي اللي هي الطريقه الوطنيه. كنخبر باننا بدينا عمليه تصنيف، العمليه التصنيف ديال الطريق ما بين طرفايه والعيون سيل، لانها كانت غير مصنفه ولانها انجزت الان تصنف لكي تصبح تابعه لوزاره تجهيز النقل باش نتحملوا المسؤوليه فيما يتعلق بالصيانه ديالها. كنخبركم بانه كاين الان مقطع ما بين طرفاوي والعيون اللي هو قيد الانجاز، قيد الانجاز فيما يتعلق ديال توسيع هذه الطريق. كنخبركم ايضا بانه بين بوجدور والعيون مؤخرا طلقنا الصفقه بل الاشغال فيما يتعلق بتوسيع هذا الطريق. فيمكن لي نعطيكم الى كنتوا ان شاء الله النسخ من هذا البرنامج اللي كيتعلق بهذا المحور الطرقي باش يبان لكم الحجم ديال الاستثمارات اللي قايمه بها الدوله باش يمكن تكون السلاسه ديال التنقل على احسن ما يرام. ولكن مع ذلك انا كنعتقد بانه الدراسه المستقبليه فيما يتعلق بتثنيه ديال هذه الطريقه ان غنقوم بها، ومره اخرى كما اقول عندما يجود الله تكون الامكانيات لا شك انها ستحظى بالاولويه وبالعنايه الخاصه ان شاء الله. شكرا السيد الوزير.